لي صديق نصراني يقول أريد حضور صلاة الجمعة معك بشرط أن تحضر معي إلى المحاضرة بالكنيسة. ينفع ولا ما ينفعش؟ أجي معك أصلي الجمعة وأنت تجي معي يوم الحد تحضر قداس أو تسمع محاضرة. على كل حال هذا مما تختلط فيه المصالح بالمفاسد. نحضور إلينا إن كان يغلب على الظن تألف قلبه وانشراح صدره للإسلام وكان أقرب إلى الإيمان منه إلى الكفر مرحلة التردد ولسه لم يحسم قراره بعد، دي تقدرها. وفي الوقت نفسه المسلم الذي يذهب إلى الكنيسة يعني قد يذهب مناقشا، قد يذهب محاورا، قد يذهب آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أو قد يتأثر لرقة إيمانه ورقة دينه وضعف معلوماته، تختلف الفتوى باختلاف الأحوال والأشخاص. فهذا مما تتنازع فيه المصالح والمفاسد، تتجازى فيه المنافع والمضار، ويعمل فيه بما غلب. يعني الصورة دي ليست مقبولة بإطلاق ولا مرفوضة بإطلاق، قد تقبل في حالة وترفض في حالة أخرى، ولكل حالة حكمها. وأرجو أن يرجع إلى المفتي القريب منه يحكي له القصة لكي يقص عليه القصص ويبين له حكم الله فيما نزل به بالتفصيل.